بيسي والفران زوز ثلاثة الفران الفران ولا لا لا شنو كتقطع ناري يانيس في زك مسكين. اوكي السلام عليكم ساسلوس امبردوس، مرحبا بكم في قناة زاوي فاميلي، فيديو جديد اخوتي وتحدي جديد وفي نفس الوقت مقلب ياك بغيتو المقالب. الضيف ديالنا اليوم اخوتي هو المسبح الكبير. هانا عاوتاني تخيلوا معايا الاصدقاء ان هذا المسبح الكبير غادي نحولو لمنزل نقدروا نعيشوا فيه 24 ساعة. ونزيدكم علاش قلت لكم مقلب، هو انني غادي نديرو فيه في الصالون ديال الدار. وبلا اخبار ابتسام ملي غتجيو تشوف داكشي احتمال تجري علينا كاملين من الدار. ليتس جو اليوم سناش فرحان. عجبتك؟ صافي صافي عجبتك الفكره؟ عجبتني فكره ناضيه. عندي فكره، هو انني نعمرو لك بالماء وتعوم به هنايا في الصالون وما خايش من ابتسام راه غتاكلك الصخور. شينا اجي شحال كتحداو من صوره الفيديو من لايك؟ الى 56 الف لايك غادي نديرو يوم ملك البرايم. اش غادي تقدو على يوم ملكي ديالي 50 الف لايك؟ متاكد؟ وغنهز الفلوس اللي داير انت في الصندوق باش غندير يوم ملكي. انت تكون على قد كلمتك ماشي شغلي. يلا اخوتي 50 الف لايك غنديرو يوم ملكي في الصندوق ديال يونس. يلا الله على شحال فيها شام خوي خوي خوي. المهم غيبان لكم كاع داكشي اللي خصنا نستعملو باش نوقفو المسبح اخوتي. واخا كيبان لكم صغير هكا راه فاش كيتحل راه كبير، ما عرفنا كاع واش غيجي قد هاد الصاله ولا ما غيجيش. كبار كبر من الصاله. كما كتشوفوا الاصدقاء المسبح جا قدو قد الصالون. اول حاجه غنديرو قبل ما تجي ابتسام هي نلعبوا فيه شي مباراه ديال كره القدم. يلا سير طلع طلع هشام طلع سير. اش بغيت له اش بغيت دير؟ جيتي قاعد فوق الكره. اصدقاء دابا غتبدا المباراه ما بين يونس اخوتي وما بين هشام. يلا سير سير اللي تماركا في الجانب ديالو خسر. حس قلاتك يونس ضرب بالجهد دقه وحده دقه وحده ناضي ضرب يونس ضرب يونس هكا ما تجيش ما تجيش بالجهد. واو خليتيه بيضك هذا بيض لا تبيضتي. برافو يونس ضرب هنا ناضي نيني يا ماما حتى يطيبش. هبط 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 ركبته. المهم اول حاجه غادي نحطو في المسبح اخوتي هي السرير ديال يانيس، حيت كما قلت لكم هذا المسبح كامل وخا صغير خاص نحولوه للدار ديال عائله العزاوي. اول حاجه نحطو ديال يانيس هي السرير حيت عزيز عليه غير الناس اخوتي. حطوا لي اللاموسيه ديالو ها نتوما راه فيها المخيطه فهمتي، فيها هاد اللبسه هادي باش الا قال لي راسو يبدل الحوايج زعما يلعب معنا كره ما لا تفتحات. زايا المهم يانيس مازال حاجه اخرى غنحطوها ديالو حتى هي. هي ثاني حاجه ديال يانيس. يلا يونس الي يونس زيد زيد ولي ولي تحلات غترس غترس. يلا زيد زيد المهمه ديالك سهله هي تحط هذه ديال ويلي هرسها هرسها اخوتي هرسها طلع طلع باش نقادوها طلع. كما كتشوفوها اخوتي ثاني حاجه ديال يانيس جبناها هي هذه اللي غياكل فيها. ولكن يونس راه هي خسرات من التحت نقص نقص باش تقادها. سير واحد جوج ثلاثه يلا سير قادها سير قادها خاص هذه تقاد شوف تعرف ليها زيد اليونس اليونس برافو ناضي يونس. هذه اخوتي كما قلت لكم ديال من عاوتاني يانيس. وخصنا نجيب واحد الحاجه ديالك انت نجيبوها. يلا دابا النوبة ديال يونس يونس ولي ولي طاح وما قلت على والو انت صاحبي. يونس شنو أول حاجة غادي نحطو لك هنا؟ هي البيرو. البيرو شنو كدير في هذا البيرو؟ كتكتب فيه زائد الرسم. هذا البيرو اخوتي ما يمكنش ما نديروهش في هذه البلاصه لحقاش هو اعز حاجه عندي يونس اخوتي. ها هو البيرو حطيناه بلاصتو نزيدو ليه الكرسي نعم سيدي. يلا جلس جلس جلس. كي جاتك الجلسه وسط المسبح تخيل معايا كتقرا وسط المسبح نعمروه بالماء وتقرا وسطو. المهم الاصدقاء دابا جات النوبه ديال هشام حتى هو جاب اعز حاجه عنده اللي هي شنو هي يونس؟ البيسي ناضي. شوف يونس عرفتي باش تعرف هاد السوري ناضيه خاصك تجربها كتلوحها ما كيوقع عليها والو. يلا لوحها نشوف لوحها نشوف ما وقع عليها والو ما تهرست ما والو. جرب جرب داك الكلافي جرب جرب الكلافي لوحو 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 ما وقع عليه والو اذا الكلافي ناضي. جرب البيسي لوح البيسي المهم اخوتي هشام صافي راه كنضحكوا معاك ما لوحوش البيسي ديالك. المهم كما كتشوفوا الاصدقاء غيجيب هذاك المكتب ديالو اولا ديك الطبله غتردها شنو؟ سيتاب سيتاب. يلا جيب جيب دبر على بلاصه خسر بي. جرب جرب يونس مزيان داك الكلافي عاود ضرب به شوف واش ناضي كيضرب
يلا سيربي سيربي جيب الطبلة جيب. ايا هاد السيتاب ديالك اصاحبي شدينا مساحة كبيرة اصاحبي. كبير. وراه مازال خصنا فين نعسو، نعسو تحت منه دابا ولا شنو؟ وين نحيي الطبلة؟ لا لا خليها ماشي مشكل. يلا حط السيتاب ديالك، الكلافي نعام اسيدي ولا 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 عاوتاني، اش يجرب هما يونس، أنت بقى جرب هذاك الشيء واش خدام مزيان ولا لا، زيد إيه. بعد داكشي ديالي. يخسر لي داكشي كلشي، المهم بقات واحد الحاجة أخرى خصنا نجيبوها هنايا، عرفتي ديك الحاجة شنو؟ شناهي؟ واحد الحاجة نجيبوها من الكوزينة. نزيد واحد اللعيبة أنا من الكوزينة أخوتي الله يحضر سام، جرب الكلافي جرب الكلافي جرب الكلافي واش ناضي؟ تخيلوا معايا هذا الفران أخوتي الله شراته ابتسام جديد، راه تلقاه وسط المسبح وسط الماء، راه ما يمكنش راه حتى ما كيما قلت لكم تجري علينا من الطار، أجي أجي خصنا نحيدوا هذا الشيء كامل، نديو حتى المونينيكس تاي نحطوها تما. ولا لا أنت مسطيها صاحبي. يعني هذا الفران هذا تقيل الله يحضر السلامة لا يطيح ولا توقع عليه شي حاجة، زيد المهم جبنا ليه كرسي، لا 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 بشوية بشوية بشوية. وشوية هشام راه مشينا فيها مشينا فيها وحال داك الكرسي واش غادي يقدر يهز هذاك الفران؟ ناري ما دار ما والو، هادي اخوتي الفران دايرينو حدا البيبي حدا البيبي يانيس ما صالحاش الفكره. شوف غادي نهزو داك الفران غنحطو حدا السيتاب ديالك، ما عندي ما ندير، لا 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 هز 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 غنخويو هاد المساحه بحال هكا وغادي نحطو الفران فوق هاد البلاصه هادي اللي بقات خاوي. تخيل معايا انت مكونيكتي وكتسنى الكيكه طيب. يلا سير حطو تما هاكاك بلاتي نحيد السوري راه غتسخن راه غتسخن الا شعل الفران. ها انتم اخوتي سيتاب عجيب وغريب فين عام سيدي الدجاج، تبقى تجلس كتكونيكطا وكتشهد الدجاج مع راسك. مع الاصدقاء حنا وجدنا كلشي، هشام بقات واحد الحاجه، جيب داك الكرسي جيب داك الكرسي راه هو داك الكرسي دابا نقول لك علاش، جيب سربي 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 غير خصنا شنو نهزو هاد اللعيبه ديال يانيس ونحطوها فوق الكرسي حيت دابا كلشي هادشي غيعمر بالماء. يا لطيف اي غادي نعمروا الصطوله اخوتي ونعمروا لابيسين هو فيه المنزل كامل. اي واحد الحاجه ما وريناهمش، هاد المريو هذا فيه الحوايج ديال هشام وداك التحت ديالو راه غيوصلوا الماء، الا فيه شي حوايج فزقوا ليك. وفي الحوايج ما تشغليش اه يا غيفزقوا غيمشيو ليك حوايجك، وانت اللي جايب ماريو قلت لك شنو تجيب جايب ماريو واش غندير هو اللي عندي ما شغليش انا. المهم اخوتي كما قلت غنهزوا هاد اللعيبه هادي حيت اخوتي تقد تفزق وغيكاع علينا يا نيس صغيور يقول لي فزقتوا لي السرير ديالي، نحطوه هنايا ونكحزوه هنا دابا هكا ما غيوصلهاش الماء. يونس غتعوم تخيل معايا عمر هاد الشيء بالموت غتعوم تحت من السيطاب وروينه صافي غتوقع. ترى ما يمكنش وسط العمر بزاف، تخيلوا معايا اخوتي راه بدلنا الديزاين زعما ديالاش ديال المسبح باش يكون يانيس هنايا هو الميتخناجور فهمتوا. دابا هاد السطل هو اللي غنخويو غالله يحفظ السلامه. اجي بعدا سديتي دوك التقابيل اللي كيكونوا تحت في كلشي مسدود متاكد؟ اه نخوي الماء ويخرج للصالون يا ويلاتنا غنخوي حدا السيطاب ديالك. ويلي ويلي كلافي لا بس ما وصلتش الكلافي. يونس يونس برد برد اجي هدا اجي هدا اجي هدا اجي هدا ما تخافش ما تخافش ما تخافش علي 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 المهم كيما كتشوفوا اخوتي ها كاينس ها جلس جلس لتحت جلس واحد لتحت لوسط 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 واحد جوج ثلاثة ويلي وسخنا هذيك ديال يانيس هي الأولى يا ويلي مشينا فيها سير بها ابتسام غتخسلنا اخوتي وحوايجك غيفزقوا خيو هشام تمام شوفيها. يونس شحال من سطل درنا دابا؟ دابا ثلاثة ثلاثة غنديروا الرابع سخون حيت اخوتي يونس بغى يعوم ولكن جاه الماء بارد وفراسكم ثلاثة سطولة وما بيناش كاع شوف كاع من الداخل ما كاين والو فهمتوا يعني المسافة قليلة المسافة صغيورها شو غير الضفر ديالي اللي مدرك اخوتي إذا لابيسين كبير خصو واقيلا شي 100 سطل. المهم خصنا نعمروه ونبداو العومان قبل ما تجي ابتسام اخوتي راه كاين عند مكة فاميلي معايا نيس كيشوفوه إلا مشات احتاجات ولقات هادشي اش غدير لينا؟ غدغدغنا. السلام على رسول الله ويلي ويلي عندك تكب داكشي راه الفران وي هشام يلا سير خوي 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 كيما كتشوف هو كيخوي يلا شوف خوي حدا المكتب ديال هشام يونس. شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ ما والو هادشي تيسم شنو هادشي ابراهيم؟ شنو هادشي؟ بس 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 شنو هادشي ابراهيم؟ هذا دار وسط مسبح ولكن في المسبح كاين الماء ولكن عاوتاني كما قلت لكم راك دار ابراهيم لا بيسين لا ما تبقاش ديروا لينا بزاف الصاله والماء وراه حولناه لدار دابا راه دار وسط لا بيسين واش معقلكم يا ناس؟ ولا 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 مسكين عوم اخوتي مالك؟ والفران شتي الفران ديالك اللي عزيز عليك جبناه باش نطيبو فيه حتى العيبه انا عرفت شنو بغات هكا خويا خوي عليها خوي خوي عليها باش تبرد خوي عليها خوي عليها تبرد تبرد لا ما كنضحكش
وحق الله ما كنضحك صافي راه ما وقع والو ما عيقش هادشي خاطر ردوه نتوما وشوفي دابا راه تنضحكوا معاك حيت حنا اللي ردوا هادشي صافي ابرد ابرد ما راه صافي يانيس فين هو يانيس يانيس عند كريمه جاب الله ما جبتوه راه قادينا ليه بلاصتو ابتسام وانت ما جبتيهش راه شكون اللي بيتخنا جور دابا شكون لا ابتسام اش بدير هشام لا ابتسام اش بدير الفرنك الفرنك ولا لا لا ولا البيسي الفرنك وي 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 خوكم صافي انا براش واش سبع قلال خوكم صافي شي زوين باش نخصني ليا باش تحبس ما دير حتى حاجه مازال شنو خصني ليا خاصني نخوي عليك السلم ديال الماء باش تجي تحبسي والله صافي صافي حيد السطر حيد السطر خوي خوي باش يعوم يوم شويه خوي عليا عاوتاني لا لا ماشي عليك راه صافي راه خويتي على الفران شوف الكلافي وا البيسي كي ولا يا ولادنا الكلافي والبيسي هربتهم الفران ما تقيسوش وهذه تاهي عمرات بالفراش ما الفراش نسيتي صافي سمحيني لي والله باقي نعاود اجي راه داك النهار حنا هضرنا على هادشي راه هما اللي قالوا لي دير مقلب الابتسام هذا راه ماشي مقلب هذا راه التخربيق هادي راه كارثه هادي شوف اخوتي الضو والماء دابا تبكي شوف هشام بزك شوف ابتسام نقول لك واحد الحاجه راه انا قلت لهم الا وصل هذا الفيديو 50000 لايك فيه الحوايج فيه الحوايج في الحوايج ابراهيم وعمرتو هذه بالماء اي نسينا الحوايج هذا وامكن الخير حق الله يمكن الخير قلت لهم الا وصل الفيديو 50000 لايك غيديروا ديروا لي نتوما يوم ملك ولكن حيت دابا تعصبتي غنفرحوك الا وصل 50000 لايك غتعيشي نهار واعر صافي انا غنعطيك لا كارت كيشي ديالي تشري اللي بغيتي بطاقه بطاقه شو 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 هاكي الله يلا خليها شو بدير شو بدير بضربوا فيه هرساتو شو 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 كدير لي يونس اخوتي ما شغلوش كاع حتى شي حاجه من هادشي اللي واقع كاع سكيعو مبرع مع خصي بالصحه والراحه وخصنا يانيس دابا جيب لنا يانيس نحطوه هنا باش يعوم بغينا يانيس بغينا يانيس يعوم هنا يانيس لا وبارك عليك تعديتي لي على ولدي الكبير هو اللي باغي يعوم انا ما كنتش غندير كاع الماء واش قلت لك انا ما عنديش كنت باغي نحول المسبح للمنزل باش نعصبوك ايوا ولكن هو قال لك لا دير لي ما بغينا نعوم يونس اييه يلاه جيب الجفاف في السياق يلاه لا لا جيب الجفاف المهم اليوم الاول مره غنوريكم كيفاش كنتعذبوا ملي كنديروا شي مسبح في الصالون انا وهشام وهذاك الكونه ديالي يانيس كنديرها فيه ايه فزقات هذا اللي فزقها هاك بدا بها هي الاولى هاك شو شو كتقطر شو كتقطر ناري يانيس فزق مسكين يانيس فزق اول حاجه غيخصنا نردو بلاصتها هي هاد العيبه ديال يانيس اخوتي دابا غنديروه هنا في الشرجم باش تنشف لحقاش هي فيها كرطونه من التحت وهذا راه تشوف ماشي مشكل غير فزك يلا احترم الخده ديالو شكي ولات ما يمكنش ولات كتقطر خصها تعصر ثاني حاجه غادي نشروها اخوتي هي هذه هاد السمكه التونه العنيده حتى هي خصنا نشروها ديما هو فين ما يكونش الا بيسي خصو يعوم بارد سخون واش ما غتعاونيناش ولا بس ضحكت لكم في كمارتكم باش ما نعاونكم الله ما ندير يدي ضحكت لكم في كمارتكم شوف هشام كيقفقف المهم اخوتي هذه ثاني حاجه غادي نحيدو اخوتي لي هاد اللعيبه شو شو عامره بالماء اوب اوبا انا دابا خويتها خصني غير نشفها اش بدير زيد 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 ما بغيتيش تسكتي راه غير بدا يتلاح وغير يفزق لك الفراش كامل يلا صافي صافي يلا زيد غنحيدو هذه اخوتي نردوها بلاصتها زيد 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 واش حال ديال تما راه من ناقص كاع كانش والتليفون كان في الجيب ديالو هو فزق راسو عجبني الحال والله الا عندك الزهر شتي هذا الايفون هذا تقاتل معاك عشيري ديال بصح والله حتى تقاتل معاك شحال مره كتفزقو كيبقى عايش الحمد لله راه لي هذيك ليكرون ولي هذيك ليكرون وبشويه عرفتي وطيح هذيك ودا هشام مشيتي فيها وقلتها له زعما قلتها لك كنت غطيها الكاميرا ناري على روينه ما يمكنش المهم اخوتي وثقيله نحيدوها نحطوها حتى هي هاك خلاص صافي مشات هرسات اه اش كدير وي يونس اش كدير وكشي وسطو وكيدير عجبو الحال يونس شوف شوف غدا نديك المسبح داك اللي عندكم في المدرسه